اسالوا نفسكم، الاخوان طول عمرهم بيحفظوا قران في المساجد، فجاه بقى معاهم اسلحه وبيقتلوا في الناس، والداخليه طول عمرها بتقتل في الناس، فجاه بقت شريفه؟ كفوا ايديكم عن الشباب، الشباب هم ساعد الامه الاكبر. كفوا ايديكم عن الشباب، ارفعوا ايديكم عن الدماء، ارفعوا ايديكم عن الدماء. جاي يتشطر على شويه طلبه وشويه اطفال، هو دلوقتي بيثبت ان هو مش بيشتغل لصالح مصر، ده بيشتغل لمصالح شخصيه، واحنا ضد الظلم وضد البلطجه بايا كان نوعها.